الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الصيني، وتوافق بين القاهرة وبكين على تعزيز المشروعات الاقتصادية على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق. مع مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة، مصر تؤكد مواصلة جهودها القصوى لنقل المساعدات الإنسانية بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع. إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم في غزة، 125 شهيد وأكثر من 200 جريح في 11 مجزرة على أيدي جيش الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنسيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الصيني وانغ يي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الخارجية الصيني سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني شين شينبينغ تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. من جانبه، وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهاً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكداً استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي. وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني. وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني وانغ يي الذي يزور القاهرة حاليا العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوزير شكري عقد جلسة مباحثات مغلقة مع وزير خارجية الصين. وأضاف المتحدث أن هناك شراكة استراتيجية راسخة وتنسيقا مشتركا نحو مزيد من التعاون بين مصر والصين. قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تثمن ما حققته الصين من تقدم وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة الصينية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي أكد شكري أن العلاقات بين مصر والصين دائمة وراسخة وقوية، لافتا إلى تطرق مباحثاتهما الثنائية إلى عدد من مجالات التعاون المشترك. نستمر في السعي مواجهة التحديات المرتبطة بهذا، خاصة في مصر من حيث الرفض الكامل للنزوح، المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا الصراع العسكري على أرض غزة، توفير المساعدات بدرجة كبيرة. وهنا نشكر الصين على دعمها للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن 2027 الذي يتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤول عن التحقق من المساعدات ويسرع من دخولها إلى قطاع غزة. سوف نستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية، وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمنها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ومصر ستواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تنفيذ حل الدولتين لفتح أفاق سياسية للسلام. على مدى السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق الشعب المصري إنجازات عظيمة في بناء الوطن. قبل أيام فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى بأغلبية الأصوات وتتقدم بالتهنئة الخالصة لذلك، ونثق بأن السيد الرئيس سيواصل قيادة الشعب المصري لإحراز مزيد من الإنجازات في تحقيق نهضة الأمة. تصادف السنة الجارية الذكرى 10 لإقامة شراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، فعلى مدى عقد بقيادة من الرئيسين شي جين بينغ والسيسي فتحت البلدين عهدا ذهبيا للتطور الطفري للعلاقات الثنائية. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي، وذلك في إطار جولة في إفريقيا تشمل كل من مصر وتونس وتوغو وكوت ديفوار. وقد بحث أبو الغيط ووانغ يي مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين، وتطور علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما منذ بدء تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004. We will not ever fail to have their back. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني. من يظن أن هذا الشعب الأبي الصابر
راغب في مغادرة أرضي حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف. لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديار رشوان أن مصر بذلت خلال 100 يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهدها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع. ونوه رشوان إلى إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك. أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جريمة حرب وإبادة. وفي تصريحات للتلفزيون المصري أوضح الهباش أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تاريخي وهو محل تقدير كبير. هذه دولة قامت على الأكاذيب ولا تزال تمارس الأكاذيب، ولكن أنا بودي هنا أن أؤكد على أنه هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي ولا على الرأي العام الدولي، وهي لا تنطلي أصلا على الشعب الفلسطيني. هم يلقون باللائمة على مصر في حصار قطاع غزة، هذه الحقيقة نحن نعرفها كفلسطينيين، نعرف بالضبط من الذي يحاصر قطاع غزة. تأكيد ليست مصر وليست أي دولة عربية، وإنما دولة الاحتلال. مصر قامت وتقوم بما عليها، تقدم ما تستطيع من تسهيلات ومن مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم بدورها القومي ودورها الوطني ودورها الأخلاقي ودورها الإنساني، ولكن كونوا مطمئنين، الشعب الفلسطيني يعرف بالضبط من يحاصره ويعرف دور مصر ويقدر دور مصر ويقدر دور كل دولة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني. ثمن المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال زيارته إلى مطار العريش الدولي أوضح لازاريني أن 100 يوم الماضية مرت على أهل غزة كأنها 100 عام. استقبل ميناء رفح البري المصابين والمرافقين الفلسطينيين لهم، إضافة إلى حملة الجوازات الأجنبية ووفود أممية وتضامنية مع قطاع غزة. كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال شاحنات مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بالقطاع. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات تركية تحمل على متنها 46 طنا من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. وقال مصدر مسؤول إنه جرى تفريغ شحنة للمساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
هذه ساحة معبر رفح البري من الجانب المصري، وعلى مرمى البصر ترى اصطفاف الشاحنات التي لا حصر لها، فضلا عن الشاحنات المصطفة على بعد كيلومترات من المعبر. وبما أنه لا دخول للمساعدات الإنسانية إلا من منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، فإسرائيل هي من تتحكم في عدد دخول الشاحنات نظرا لخضوع المنفذين لسلطتها، ولا علاقة لمصر بهما. الشاحنات تسير للمنفذين ليقوم الجانب الإسرائيلي بإجراءات تفتيشية، وهنا حدث ولا حرج عن بطء الإجراءات التي تحول دون إنجاز عملية التفتيش ودخول أكبر عدد من الشاحنات. وهذا ما كشفه أحد سائق الشاحنات وروى لنا ما يحدث هناك من إجراءات. دخلنا جوه العوجة بنسيب العربات، نفتح الصناديق وبنفتح الحاجة ونسيب العربات ما نعرفش عنها حاجة لغاية لما هم يفتشوا العربيات، وبنخش ساحة تانية وساحة تالتة برضو نفس البرنامج، بس هو ده بنطلع نتحش هنا بين السلك وبعضه لغاية لما بنخش جوا فلسطين. ولعل ما صدقت فيه إسرائيل هو تصريحات مسؤوليها سابقا بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود، وهذا صحيح. فهنا في المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، حيث استقبال وتجهيز المساعدات، توجد هذه الساحة للمساعدات الإنسانية الخاصة بالوقود من اسطوانات الأكسجين والمولدات الكهربائية التي منع الجانب الإسرائيلي دخولها وعادت بعد إجراءات التفتيش. وهذه المساعدات الممنوعة بوصف الاحتلال اطلع عليها كل المسؤولين الأمميين خلال زيارتهم لهذا المركز، والذين لم يتمكنوا من الدخول لقطاع غزة بسبب منع الجيش الإسرائيلي لهم وتخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع وليس المنع من الجانب المصري. المكان اللي فيه في حضرتك دلوقتي هو المخزن الخاص بالهلال الأحمر المصري في المركز اللوجستي اللي بتتراكم فيه وتتكدس فيه الأصناف التي يتعنت الجانب الإسرائيلي في دخولها ويرفض دخولها بتاتا. الأصناف دي تتراوح ما بين المولدات الكهربائية إلى فلاتر المياه إلى وحدات الطاقة الشمسية إلى وحدات الأكسجين إلى أجهزة التخدير. وهذه صورة أخرى لعدد الشاحنات المصطفة في مدينة العريش والتي تذهب لمعبر رفح تباعا لتكذب الرواية الإسرائيلية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. إنها مصر أول من حددت مسارات استقبال وإرسال المساعدات برا وبحرا وجوا، حيث لم يغلق هذا المعبر يوما واحدا، فدائما يكون النافذة الإنسانية للأشقاء، لتظل مصر الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري. استهدفت طائرات ومدفعيات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة
بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، وأضاف أنه خلال 24 ساعة الماضية فقط ارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط. أظهر العدوان الإسرائيلي على غزة ازدواجية المعايير الغربية التي طالما ادعت لعقود الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بالحرية والمساواة للجميع. رغم ذلك انتفض الأحرار في العالم لمساندة الشعب الفلسطيني، وبدأ الغرب في تغيير لهجته للمرة الأولى، وبعدما كانت خطاباته تحريضية صريحة صار ينتقد الوحشية الإسرائيلية. وأخيراً سقط القناع، ذلك الذي ارتداه الغرب لعقود مدعيا من ورائه الدفاع عن حقوق الإنسان ومطالبا بالحرية والمساواة للجميع، ومتخذا موقف شرطي العالم الذي لا يريد سوى نشر الديمقراطية والعدالة، وهو في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن كل القيم الإنسانية النبيلة، ولا تحركه إلا المصالح والنوايا الخبيثة. سقط القناع من خلال نفس الأدوات التي اخترعها الغرب وروج لها للسيطرة على عقول العالم بكل أكاذيبه، كانت كلمة السر السوشيال ميديا. فقد استطاع الفلسطينيون والعرب للمرة الأولى في التاريخ الحديث أن يسلطوا الضوء على إجرام آلة القتل الصهيونية. ألمانيا وكندا وبريطانيا وأوروبا كلها تتزعمهم الولايات المتحدة وقفوا على قلب رجل واحد، يساندون قتل الأطفال والأبرياء العزل في قطاع غزة، ويديرون ظهرهم لاستغاثات شعوبهم لوقف العدوان الإسرائيلي. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine. Being honest about the fact that there have been civilian casualties and that there likely will be more is being honest, because that's what war is. It's brutal, it's ugly, it's messy. I've said that before. The president also said that yesterday. The international order is very clear. These are war crimes. Targeted attacks on civilian infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating with the winter coming. These are acts of pure terror. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Europe stands with Israel. ازدواجية المعايير ظهرت بأبشع صورها، فبينما لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها من العمليات الروسية هناك، فإن لإسرائيل وهي الكيان المحتل الحق في الدفاع عن نفسه. الغرب اعتبر أن إمداد أوكرانيا بالعتاد والمال والأسلحة للدفاع عن بلدهم هو أمر شرعي، بينما قبله دعم مادي وعسكري واستخباراتي غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي ليستخدمه لقتل الأطفال وتنفيذ عمليات إبادة جماعية. حتى أن مدير الشؤون العامة والكونغرس لدى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بوش استقال من منصبه احتجاجاً على قرار إدارة بايدن مواصلة الدعم الأعمى عبر شحنات الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، في حين سرب موقع أكسيوس الأمريكي مذكرة موقعة من 100 موظف في وزارة الخارجية تتهم الرئيس بايدن بنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في غزة، كما تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع المحاصر. ورغم ظلامية المشهد نجد على الجانب الآخر أملاً كبيرة، أمل أضاء نفق الاستبداد الغربي المظلم. إنه الشعوب
التي رأت وللمرة الأولى فظائع الاحتلال، فثارت واندلعت التظاهرات في كل مكان بالعالم غاضبة كثيفة رغم أنف قادتها، بعد أن اكتشفوا كيف خدعوا وغسلت أدمغتهم وكيف يدفعون من ضرائبهم أموالا طائلة كانت تذهب على مدار عقود لدعم دولة الاحتلال وقتل الأطفال بهمجية ووحشية. توقفت الدراسة في أشهر جامعات الولايات المتحدة وأوروبا للمرة الأولى رفضاً للعدوان على المدنيين في قطاع غزة، وهجم النشطاء رموزهم السياسية في كل مكان واتهموهم بالتورط في المجازر والتطهير العرقي الحاصل في فلسطين منذ عقود طويلة. انتفض الأحرار في العالم كله لمساندة الشعب الفلسطيني، وبدأ الغرب في تغيير لهجته وللمرة الأولى بعدما كانت خطاباته تحريضية صريحة صار ينتقد الوحشية الإسرائيلية، وأولهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اختلفت مفرداته بعد ثورة الشعب الفرنسي ضد الهمجية الصهيونية. واستيقظ العالم أخيراً من سباته على صوت غزة وهي تواجه وببسالة وحشية العدوان، ورفض الشعب الفلسطيني الأبي أن يغادر وطنه رافضاً كل دعوات التهجير المسمومة التي حاولت تصفية قضيته وتفريغ فلسطين من الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. أيها السيدات والسادة، لن نرحل وسنبقى في أرضنا. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث رفضه البالغ للتصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط تشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى دول أخرى، والذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي. وأكد جريفيث أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي. وشدد المسؤول الأممي على رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة. بدأ المجتمع الدولي والكثير من مراكز البحث بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وطرح سيناريوهات متعددة للإجابة على أسئلة مستعصية عمن يحكم غزة بعد الحرب. من جانبها تقول حركة حماس إن أي ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وثراب. بالأمس كانت قضية العرب، واليوم أضحت قضية العالم الأولى. أبطالها شهداء ومصابون بالألاف، ونازحون حالهم ليس ببعيد عن من فقدهم من ذويهم. شهور مضت على العدوان على غزة، واليوم اختلف الحديث عن نهاية متأخرة وسيناريوهات ما بعدها. عنوانها بلسان الغرب: ماذا بعد إنهاء الحرب؟ وبلسان العرب: ماذا بعد العدوان؟ فمن وجهة نظر حماس وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ترى الحركة أن أي ترتيب في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون فصائل المقاومة هو وهم وسراب، مؤكدة أنها لن تقبل بأي شروط تسبق وقف إطلاق النار. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا دعا إلى وقف فوري للعدوان، بينما جدد تأكيد موقفه الثابت لصالح التفاوض بدلا من المقاومة المسلحة. وفي المقابل ارتدت أصداء العدوان على غزة في الصدر الإسرائيلي محدثة زلزالا في قلبه لم يكن في حسبانه يوما ما، لنشهد خلافا داخليا وانشقاقات أظهرت هشاشة موقف الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه. موقف تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها يوما بعد يوم، بينما يأبى لسان القادة الاعتراف به. فنجد وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن خطة لليوم التالي، والتي من وجهة نظره تضع تصوراً أن يحكم الفلسطينيون من دون حماس، مؤكداً استمرار عملياته حتى تحرير المحتجزين بالكامل. وما بين وجهات نظر الطرفين، تتأرجح الولايات المتحدة في موقفها ما بين دعم لا محدود لإسرائيل وتحفظ على ممارساتها ضد المدنيين، مدفوعة بموقف شعبي أمريكي غاضب وكونغرس منقسم برمته حول دعم إسرائيل.
وفي هذا الإطار يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بجولة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط لعقد مزيد من المناقشات حول الكيفية التي ستدار بها غزة من وجهة النظر الأمريكية. أما القارة العجوز فكعادتها يجمعها اتحاد رسمي وتفرقها المواقف، وهو ما تجلى خلال خطابات وخطط الحكومات الغربية والتي دعمت إسرائيل في البداية فوقعت في شباك الشك والمحاسبة الشعبية التي اتهمتها بازدواجية المعايير. وبينما سمح العالم لنفسه بأن يقرر مصيرا لا يملكه ويقسم أرضا لا ناقة له فيها ولا جمل، تقف مصر ثابتة على موقفها الذي لا يتغير بتغير الأيام والمواقف ولا يتزعزع بتطور الأوضاع، لتؤكد دائما وأبدا على وحدة القرار الفلسطيني الخالص وحقه الراسخ في إقامة دولته المستقلة دون تدخل في شأنها الداخلي. كما تشدد مصر على تمسكها بوقف إطلاق النار وإغاثة الشعب الفلسطيني الأعزل. ارتفعت فاتورة العدوان على قطاع غزة إلى 60 مليار دولار على حساب الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وبلغت تكلفة اليوم القتالي لجيش الاحتلال نحو 1 مليار شيكل، تزامنا مع 800 مليون دولار شهريا، خسائر قرار حكومة الاحتلال بمنع دخول العمال الفلسطينيين من غزة إلى الضفة والمستوطنات. يوما بعد يوم يزداد الخناق حول الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأوضاع على الحدود مع لبنان، وهي الحرب والعمليات العسكرية التي دخلت شهرها الرابع على التوالي. 60 مليار دولار هي فاتورة العدوان الأخير على غزة من حساب الاقتصاد الإسرائيلي، وتبلغ تكلفة اليوم القتالي لجيش الاحتلال بما في ذلك الخدمة الاحتياطية الأولية لحوالي 360 ألف جندي تم استدعاؤهم 1 مليار شيكل. وبعد التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود مؤخراً، تبلغ التكلفة حالياً حوالي 600 مليون شيكل يومياً، فيما تقرر الاستمرار في دفع مبلغ 300 شيكل يومياً لكل جندي احتياط يتم تجنيده حتى نهاية عام 2024، بما يمثل ضغطاً كبيراً على الميزانية والاقتصاد بشكل عام. وتكمن الضربة الكبيرة التي يتلقاها اقتصاد دولة الاحتلال انطلاقاً من حقيقة أن أغلب جنود الجيش من الاحتياط الذين يضطرون لترك أعمالهم ووظائفهم لأداء الخدمة العسكرية. ومع تواصل العمليات العسكرية في الجنوب بقطاع غزة وفي الشمال مع حدود لبنان وفي الضفة الغربية أيضاً لأكثر من 3 أشهر حتى الآن، يتأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير. على الجهة الأخرى، يمثل قرار حكومة الاحتلال المتطرفة منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى إسرائيل والمستوطنات خسائر بنحو 800 مليون دولار شهرياً. هي تحديات متلاحقة يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وربما حتى بعد توقف الحرب وانتهاء العمليات العسكرية، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة، الأمر الذي حدا ببنك إسرائيل المركزي لخفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات. تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة كبيرة من الانقسام منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، خاصة في ظل فشل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في تحقيق أهدافها المعلنة حتى الآن. وعلى الصعيد المجتمعي تتزايد المطالب بإطلاق سراح المحتجزين، خاصة بعد مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حالة من الغضب. أزمات وخلافات مستمرة يعيشها الداخل الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، خاصة في ظل فشل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في تحقيق أهدافها حتى الآن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فضلا عن المزيد من الخسائر في صفوف القوات والمعدات الإسرائيلية. فعلى الصعيد السياسي تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة كبيرة من الانقسام ظهرت بشكل جلي خلال اجتماعات مجلس الوزراء السياسي والأمنية، بعد أن هاجم عدد من الوزراء رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي،
مشادات كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين وهاليفي بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر، مما أدى إلى توتر شديد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر وإثارة جدل بين الوزراء. مسؤولون عسكريون وسياسيون سابقون أعربوا عن شكوكهم بشأن قيادة نتنياهو، حيث وصف رئيس الوزراء السابق إيهود باراك هجوم 7 أكتوبر بأنه أشد ضربات لإسرائيل، مشيرا إلى أنه يتعين على تل أبيب أن تجد طريقة ليحل أحد محل القيادة الحالية، مطالبا برحيل نتنياهو. على الصعيد المجتمعي تتزايد المطالب لنتنياهو بإطلاق صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، خاصة بعد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حالة من الغضب في صفوف الإسرائيليين، محملين نتنياهو وحكومته مسؤولية ما يحدث لأقاربهم. أما اقتصادياً، أدى طول أمد الحرب في غزة واتساع نطاقها إلى ضرب الموسم السياحي في إسرائيل، كما هبطت حركة التشغيل في مطارات إسرائيل الكبرى وفي مقدمتها بن غوريون الدولي بنسبة 80% عن معدلاتها الطبيعية، وأخطرت هيئة المطارات الإسرائيلية 600 من موظفيها بأنهم في إجازة مفتوحة بلا أجر نتيجة للخسائر الضخمة. كما توقع بنك إسرائيل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه انقساما كبيرا قد يؤدي إلى الإطاحة بها خلال الفترة القادمة. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مدبولي يشهد احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الادعاءات الإسرائيلية لتحميل مصر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة هي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعد سوى أن تكون كذبة محضة. تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة إبادة جماعية أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية ولو بشكل غير مباشر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة، وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تعد سوى أن تكون كذبا محضا، بل وتجافي واقعا ملموسا يشهد عليه المجتمع الدولي عن الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقيادة سيادته في حل النزاع الدائر من ناحية والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى، وعلى دولة الاحتلال أن تعي جيداً أنه بات لزاماً عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق ولعب دور الضحية
وامتهان القانون الدولي. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد. جاء ذلك في كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم. حط المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها ونائياً عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم إعلاءً لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات. ومن هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين. الأمر الأول، ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن سيادة النائب مجدي صادق محمد زكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، حيث عرض الأمر على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور، وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان. كما ناقش المجلس على إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم لتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيم النائبة بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب بجامعة الوادي الجديد. أما الأمر الثاني فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام سيادة النائبة نشوى محمد رائف بارتكاب واقعة غش
أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب جامعة جنوب الوادي. ولما كانت الواقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب، فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نسب إليها، وذلك إعمالا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على مجلسكم الموقر. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاحتفالية أكد نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك أن التسليم المبدئي للأبراج الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية يمثل لحظة تاريخية، وسيصبح بالتأكيد نموذجاً ورمزاً جديداً للتعاون الودي بين مصر والصين. مشروع النهاردة اللي موجودة موجودين احنا فيه الحقيقة، يعني انا بسترجع لما كنا بدأنا تخطيطه كان هدفنا ان احنا نعمل منطقة مركزية، ودي بقى هرجع ورد هو يعني ايه اللي احنا هنستفيده كمصريين من المنطقة زي دي. فأي مدينة كبرى زي ما كلنا بنزور وبنشوف بنلاقي مناطق مركز المدينة وقلب المدينة اللي بيبقى مقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومباني إدارية وحتى جزء سكني، وده يمكن دايما هو ده اللي بيميز وبيبقى العلامة المميزة لأي مدينة كبيرة. عشان كده كنا حريصين في هذا المشروع نستعين بأفضل الخبرات العالمية، استعنا بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، استعنا بأحسن شركات في العالم بتنفذ هذه الموضوع المشروعات من الأبراج، طبعا الشركة الصينية، وأنا مرة أخرى بوجه لهم كل الشكر على الجهد الكبير اللي عملوه، منظومة العمل المحترفة وشديدة الاحتراف اللي أنا بعترف كلنا تعلمنا من الخبرات اللي هم ادوها لنا. لكن الأهم إن كل هذه الأبراج اتنفذت بأيادي مصريين، شركات مصرية اشتغلت كتحالف مع الشركات مع الشركة الصينية، وعشان كده اتنقل لهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع بيمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين ان هم ينفذوا مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر او برا مصر في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ملف الاستثمار البيئي والمناخي خلال عام 2023 وأكد الجهود التي بذلتها مصر في ملف تغير المناخ استكمالا لدورها الريادي بعد نجاح استضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة البيئة،
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التوصيات الصادرة عن لقاء الوزارة بعدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآلية التعامل معها وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع سارة نجيب. شكرا لكما سحر وأميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. بحثت الحكومة مع وفد بنك التنمية الجديد التعاون المرتقب لتعزيز التمويل الأخضر والعادل ودعم جهود مصر في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يأتي ذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسؤول البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعملية شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مال تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه ليربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 25974 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 6140 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8714 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض مع مواصلة المستثمرين تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقيع موعد خفض تكاليف الاقتراض، وتراجع مؤشر السعودية الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغت نسبة الانخفاض اليوم 0.5%. كما انخفضت الأسهم في البحرين والكويت. وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% بقيادة سهم مجموعة الاتصالات الذي صعد 2.8%. أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب مع حركة حماس إلى تراجع نمو الاقتصاد للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي. ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل، أي ما يوازي 40 مليار و250 مليون دولار، في الفترة من 2023 وحتى 2024 باقتراض أو بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى 1 تريليون ين، أي ما يوازي 6.9 مليار دولار في السنة المالية الجديدة، وذلك بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال. وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى الزملاء سحر وأميرة. إليكم شكرا لك سارة. وبالنشرة الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الصيني، وتوافق بين القاهرة وبكين على تعزيز المشروعات الاقتصادية على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق. مع مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة، مصر تؤكد مواصلة جهودها القصوى لنقل المساعدات الإنسانية بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع. إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم في غزة، و 125 شهيداً وأكثر من 200 جريح في 11 مجزرة على أيدي جيش الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.